عزيزي تلميذ عزيزتي التلميذة، ننتقل الآن إلى البطاقة رقم 11 والتي تتعلق بمنصفات زوايا مثلث أو منصفات مثلث. هذه البطاقة تتكون من تمرينين. التمرين الأول وهو متعلق بالشكل التالي ويقول: ما هو المستقيم الذي يمثل حامل منصف للمثلث ABC؟ التمرين الأول عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة، خذ واحد خمس دقائق وابحث عن ما هو المستقيم في هذا الشكل الذي يمثل منصف المثلث. إذا خصنا نعرفوا ما هو منصف مثلث. منصف مثلث هو نصف مستقيم يمر من رأس مثلث ويقسم الزاوية إلى زاويتين متقايسة. هذا تعريف ديال منصف زاوية بصفة عامة. إذا نتقول إحنا منصف مثلث يعني منصف زوايا مثلث. إذا غنشوفوا إحنا في هذا الشكل هذا اللي عندنا، شنو شكون هو النصف المستقيم ولا حامل النصف المستقيم اللي تقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين؟ ولاحظ الشكل مزيان، ولاحظ بأن عندنا بعض العلامة ديال التقايس لا بالنسبة للقطاع ولا بالنسبة للزاوية. لدينا المستقيم سعف، لاحظ الشكل، هو حامل منصف مثلث ABC. لماذا؟ لأنه يمر من رأس سي اللي هو رأس المثلث ويقسم الزاوية سي إلى زاويتين متقايستين. إذن هذا المستقيم سعف اللي هو حامل، هذا المستقيم سعف تتوفر على الشروط ديال حامل منصف مثلث، لأن يقسم الزاوية إلى زاويتين متقايستين ويمر من رأس سي. بينما المستقيم BD يمر من رأس بي ولا يقسم الزاوية سي إلى زاويتين متقايستين، لأن إحنا عندنا في الشكل ما عندناش ربط التقايس، بينما بالنسبة للسي عندنا في الشكل ربط التقايس، يعني زاويتين متقايستين. إذا فهو هذا النصف المستقيم BD ولا المستقيم BD لا يمثل حامل منصف مثلث ABC. بالنسبة للمستقيم SG لا يمر من رؤوس مثلث، من أحد رؤوس مثلث ABC، إذا فهو لا يمثل حامل منصف مثلث ABC. أما المستقيم AH يمر من رأس مثلث ABC، ياك، لأنه يمر من رأس A ولا يقسم الزاوية C إلى زاوية متقايسة. إذا ماذا نقول؟ أنه لا يمثل حامل منصف المثلث ABC. إذا قارن النتائج التي حصلت عليها مع التصحيح اللي صححنا حنايا، وقارن شوف هل توفقت في الحل أم لا. بعد ذلك ننتقل إلى التمرين الثاني. والتمرين الثاني لدينا الشكل جانبه. في الشكل جانبه نصف مستقيم AX منصف للمثلث ABC. ماذا يمثل نصف مستقيم بالنسبة للمثلث ABC؟ حدد مركز الدائرة المحيطة بالمثلث ABC. حدد مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. جي أنشئ الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. عزيزي التلميذ عزيزي التلميذ، لا بد أن نستحضر خصائص منصف زاوية. وحنا تنعرفوا أن من بين الخصائص التي هي أساسية في منصف زاوية هي أن كل نقطة تنتمي إلى منصف زاوية تبعد بنفس المسافة عن حامل ضلعين، والعكس صحيح، أن كل ما هو منصف زاوية هو مجموعة من النقط التي تبعد بنفس المسافة عن حامل ضلعين الزاوية. إذن ماذا يمثل نصف مستقيم سي أو بالنسبة للمثلث ABC؟ سي أو احنا في الشكل ما عندناش الزاوية، ما عندناش يقسم الزاوية سي إلى زاوية متقايستين، ولكن شنو عندنا؟ عندنا أن أس جي يساوي إف. إذن هذه النقطة أو تبعد بنفس المسافة عن حامل ضلعي الزاوية
ACB. إذا النقطة E تنتمي إلى منصف الزاوية ACB. إذا لدينا النقطة E توجد داخل مثلث ABC وتبعد بنفس المسافة عن حامل ضلعي الزاوية C. إذا ماذا تمثل النقطة E؟ إذا نصف، شوف E توجد داخل مثلث ABC yeah. وتبعد بنفس المسافة عن حامل ضلعي الزاوية C. إذا نصف مستقيم سي او هو منصف مثلث ابي سي. إذا دائما نركز على التطبيق السليم للتعريف والخصائص. أما بالنسبة للنقطة او ب، السؤال ب، شنو تقول السؤال ب؟ حدد مركز الدائرة المحيطة بالمثلث المحاطة، حدد مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. إذا حنا باش نعرفوا مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ABC، شنو المركز ديالها؟ إذا هذا المركز ديالها متعلق بماذا؟ متعلق بالمنصفات. إذا نقطة التقاطع تنعرفوا الخاصية هو أن منصفات زوايا مثلث تتلاقى في نقطة واحدة وتسمى مركز الدائرة المحاطة بالمثلث ABC. إحنا لدينا CE منصف زاوية، ACB إذن CE هو منصف في المثلث ACB، ولدينا كذلك AX منصف الزاوية CAB. إذن هذه المنصفين بجوج CE و AX يتلاقان في النقطة E. لدينا النقطة أو تقاطع سي أو وإكس، سي أو هي وإكس، إذا هنا نقطة تقاطع المنصفين، منصفي زوايا المثلث أبي سي، لأن المثلث أبي سي عنده ثلاثة الزوايا، ولقينا جوج المنصفين تتلاقاو في النقطة أو، إذا أو هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث أبي سي. الآن نرسم هذه الدائرة والتي هي مركزها أو وشعاعها إما EG أو EF، وهكذا نكون قد أنهينا النشاط ديال البطاقة 11.